السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم السايكو كيفاش كيتحضر بالبلبولة ديال الشعير اللي هي محمرة. كيف كتشوفوا راه كيبان اللون أسمر ديال هذاك الكسكسو أو البلبولة، فراها محمرة، تحمروا في الفران ولا في المقلة الغليظة كيف ما درتوا ليها. المهم كتاخذ لكم واحد اللون يكون هو يعني ذهبي وكتحضروها. غادي تشوفوا معايا الطريقة كيفاش أنا حضرتها. أما التحمر راهي حمرو انا ما غاديش نحطها معاكم لانه حمرتها من قبل. واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك وتابوناو معايا الى عجبكم المحتوى ديالي، فضلا وليس امر منكم، وتضغط على الجرس كي يوصلكم كل جديد ديالي. فكلنا كنعرفوا الميزه ديال البلبوله ديال الشعير، والشعير كيجيو زوينين بزاف. اليوم مشيت شريت كسميتو شريت اللبن كي تشوفوا، ها هو شريت تقريبا شي 3 لتر ديال اللبن من عند مالي اللبن، وخديت هذاك البلبوله ديال الشعير وحمرتها في المقله هذيك الغليظه ديال المسمن. كتجيبوا ديك البلبوله اللي هي رقيقه شويه، ها انتم ماشي ديك الغليظه، كتكون رقيقه وكتحمروها في المقله او في الفران، يعني في الفرن تتحمروها بشويه بشويه حتى تاخذ واحد اللون ذهبي. من بعد ها انتم غتشوفوا معايا كيفاش غندير ليها. ف البن راه زوين وجبته، وصراحه نصحوني به، انا طالع لي شويه الضغط قالوا لي عليك باللبن، وقلت انا نوجد السايكو وقلت شويه نبارطاجيه مع الاخوات، راه كلشي كينفع. البن راه مزيان الضغط دموي البنات. وهذا جبت نص كيلو ديال البلبوله كي تشوفوا معايا، بسم الله على بركه الله. كي قلت لكم نص كيلو ديال البلبوله، من بعد ما حمرته في الفران حتى اعطى هذا اللون، هذا تقريبا كيتذهب شويه صافي. وعندي هنا الدقيق، هذا عندي الماء اول حاجه غنوريكم شحال درت ديال الماء. هنا عندي الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، وهنا عندي شويه ديال الدقيق رطب، هو باش غادي نجمع الكسكسو في الاخر. اول حاجه غادي ندير البنات باش ما يجيكمش قاسح ويعذبكم بزاف، غادي نخوي هذا الكاس كامل، كاس ما يعادل كاس العنبه، غادي نخويه عليها حتى يعني حتى تدير مزيان، وغادي نخليه واحد الفتره حتى تشرب هذاك الماء، وعاد غادي نجي باش غادي نكسكسها معكم ان شاء الله تعجبكم الفكره. غير تبعوا الطريقه. فلا جبتوا البلبوله هكا حاولوا تحمروا في الفرن، وكتجي البنات فاني زوينه ديروا كسكسو يعني مع اللحم ديال الراس ولا مع القديد ولا مع اي حاجه. هو كاس العنبه كي قلت لكم درت ليها كاس نص كيلو تاع السميدان عندي كي تشوفوا. انا زدت عاوتاني تقريبا نص كاس ديال الماء، ها نتوما يعني غادي نديروا ليها وهكا نخليها في القصريه مده تقريبا ديال 20 دقيقه هكاك حتى تشرب ليا داك الماء مزيان وترطاب شويه، عاد نرجع ليها وغادي هكا نحاول نلبدها بحال ما هكا. وكي قلت لكم نخليها واحد الفتره، فجات زوينه، هذه فكره مزيانه كانت مرينا لينا في الحقيقه التحمار، تحمر البلبوله سوا ديريها سايكو سوا ديريها كسكسو خاصه مع اللحم الراس كتجي يا سلام، كتجي زوينه بزاف البنات ولذيذه، كتجي بحال هذاك البندق. البندق اليوم ما بقى شيء. هنا من بعد ما خليناها داز تقريبا شي 20 دقيقه ولا اكثر، ريتها ما تشرب وصافي كي تشوفوا. هنا غادي نزيدها الدقيق الكامل بالنخاله هو الاول، وغادي نكسكسها معكم، ها نتوما كلشي لعينيكم، يعني واحد الرشيشات ديال الدقيق باش ديرنا داك الرواسه يعني تجينا على شكل كسكسو، وعلى حساب يعني بحال ديال السايكوكر كلشي عارفو. كنفتلها ها نتوما البنات، الدعوه في الفتيل خاصك ضروري تكونوا تعرفوا تفتلوا كسكسو، الا ما تعرفوش لي راه شويه ما غاديش يدير معكم، ولكن حاولوا، راه انسان يدير غير شويه بحال ما هكا ويدير حتى رابعه كاع، حتى يدير 450 غرام ديال البلبوله باش يغلب عليها الا كان حاله قليل. وهذا نعزيز عليا السايكوك. هنا من بعد ما درت هذوك جوج حفنات ولا، المهم على حساب شحال بغيت الكسكسو يكون غليظ يكون داك الشكل ديالو قداش، زدت داك الدقيق الرطب باش يتجمع ما يبقاش لنا الكسكسو مشنتف، وكتبقيت كسكسي بحال هكا تفتلي في كسكسو تفتلي بهذه الطريقه. هذه البنات كاملين خصهم يكونوا معلمين صراحه باش يفتلوا الكسكسو، لا كتحتاجيه كتحتاجي باش تكوني معلمه الطريقه ديال الفتيل. ولو نقولوا اليوم راه كلشي ولا فتو الكسكسو فتو، ولكن حنا الحاجه اللي هي طبيعيه وديال الوالدين ديالنا، وهذا خصنا نفرطوا فيها لانه هي اللي فيها الفايده.
كنا كنعرفوا القيمه ديال الشعير، قداش قيمه ديال البلبوله ديال الشعير، فغزاله بزاف لا بالنسبه للبلبوله ولا الدقيق ديالو. كيجي مزيان الشو، كيجي على الشكل هذا وساهل في الفتيل، ما كيعذب ما حتى شي حاجه. انا حاطه البرمه كتغلى، فغادي نفوره او نبخره ثلاثه ديال المرات حتى يتبخر مزيان، وكنبقى نعاود فيه بالماء. انتم غتشوفوا معايا ان شاء الله. انا الحاجه اللي مغايره وزايده هو انه انا شديت هذيك البلبوله وحمرتها، اما البنات تقريبا راهم كلهم عارفين كيفاش يحضروا هاد الكسكسو ديال السايكوك، ولا بلا سايكوك يعني انسان تيدير الكسكسو البلدي. يعني مره مره كنبغيو نديرو شي حويجه بلديه كنتوحشوها وكنبغيوها، وما كاينش بحال الحوايج البلديين والطبيعيين. وقلت نحضروا مع البنات. وبالنسبه للبن البنات، انا كما قلت لكم انا مشيت اليوم للطبيب وقال لي راه الطونسيو طالع عندك شويه، وقالت لي واحد المره تلاقيت معها تما، غادي نعاود ثلاثه المرات هادشي اللي باش كنشير لكم. قالت لي عليك باللبن، وقلت لها راه عزيز عليا السايكوك، قالت لي طيب ديريه مع السايكوك مزيان، يعني فت لي هذا وديريه معاه. والصراحه رانا كليته وشربت اللبن فشويه كنحس بالطونسيو والضغط ديالي تقاد. هذه التعاويذه الاولى كنحاولوا نبسطوه هكا تيفور مزيان البنات. شتي هذيك الطريقه اللي درت لي على الاول، اللي رشيت هذيك البلبوله وخليتها مده ديال 20 دقيقه كيرطاب ما كيجيناش حرش. كاين بعض الاخوات تقول لك يا ودي ما كيصدقش لينا، ماشي بحال اللي كنشريو على برا فتيكون رطب. هذوك راه غير تيفزقوه، هذيك البلبوله ديال الشعير تيفزقوها يعني تقريبا نهار كامل ولا 20 دقيقه ولا غيره، ومن بعد عاد كيفوروا تيخلوها تنشف وكيفوروا. هذاك الشيء علاش كيجي رطب، يعني راه ما كاينش شي فرق ولا شي حاجه. صافي غادي نعاودو. هنا درت ليه مهم على حسب كي تشوفوا معايا، راني دايره نص كيلو. نتوما كيف ما درت انا ديروا نتوما ان شاء الله يصدق معاكم. وكنحاولوا نديروا معصومه بين يديا بحال كنفركوا ما بين يديا باش يدير باش يتفركت لينا. شتو وراه ساهل داك الفتيل ديال البلبوله، ساهله سبحان الله العلي العظيم، ماشي بحال السميده، فساهل ساهل ساهل بزاف. انا الطريقه صراحه كانت ورات لي عمتي شحال هذا وسبق ودرتها وما بارطاجيتهاش معاكم، وعجبني ودرته الصراحه كسكسو. درت على الاول كاس ديال العنبه، ودابا غادي درت كاس الى ربع بحال جوج كيسان لا روب ديال العنبه. كي تشوفوا غادي نخليه واحد الفتره حتى يشرب هذاك الماء، وكما قلت لكم راه عاودت ثلاثه ديال المرات حتى شرب ليا مزيان. تنخليه على جانب حتى نحس فيه شويه راه تفركت هذاك الكسكسو، وكنعاودو كما قلت لكم ثلاثه ديال الخطرات. فجر طب رطب رطب جا زوين احسن من ديال برا كاع احسن. شوفوا اللون ديالو جا يعني جا اسمر، وغادي ديري مع السايكو كيعطي واحد اللون يا سلام كيجي زوين. انا قلت نبارطاجي معكم شي حاجه اللي هي مفيده، ماشي هي اللي كتكون ماشي مفيده ما عندنا ما نديرو بها. شوفوا حتى اللون ديالو يا سلام، فجا زوين بزاف البنات وجا لذيذ. مهم غير ملي تكونوا تحمروا فيه ديروا بالكم، يعني ما خصوش ياخذ شي لون اللي هو يعني تحمر بزاف، غير شويه بحال الذهب صافي وتحيدوه. غادي نديرو في الكسكاس باش يفور. هذه هي الفوره الاخرى كي تشوفوا معايا، ساهله البنات والله الا جا زوين بزاف. انا بعدا انا بعدا عزيز عليا السايكوك بزاف، والصراحه مده هذه ما كليت ما شربت اللبن تقريبا شنقول لكم اكثر من شهر، اكثر 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 يعني ما شربت اللبن.
واللبن انا ما تنبغيش هكاك، ضروري تنبغي صيكو بحال ما هكا تيجيني زوين. كديروه هاد الكسكسو وما كتاكلوش غير دقه في مره واحده، كتحطيه في واحد البواطه وتتخليه في الثلاجه لتحت، وكيجيو احسن من السميده. السميده كتقصح حتى تولي قاصحه الصراحه، اما الشعير البلبوله ديال الشعير تيبقى رطب، واخا يبقى حتى يومين ولا 3 ايام تيبقى رطب. البنات قلت ما احتاجيتوه، كتخلطوا ديك الزليفه صافي وكتتناولوه. هذه هي التعاويذ الاخرى البنات، راه رطاب، راه قلت لكم جا رطب رطب وزوين، مشهيتكم فيه واحد الريحه طالعه يا سلام ديال البلبوله ملي كتحمر، كتحمر كتعطينا واحد الريحه زوينه. هانتوما شوفوا اللون والفتيل يا سلام، جا مقاد الحق الطريق ولا ماشي شي عناء كبير معاه صراحه، بالزربه بالزربه فتلتو قبالتكم وجاني على هذا ومقاد، يعني متوحد، يعني انا نشكر راسي كاع البنات اللي غادي يشوفوا يقول لي برافو عليك، واللي عجبكم ما تنساونيش اللايك والاشتراك، وتنقول لكم شكرا لكم كاملين على التفاعل وعلى التتبع ديالكم ليا. هنا هذه القصيريه اللي غادي ناكل فيها، ويلا تاكلوا معايا، غادي نخلي حتى يبرد تماما، ماشي غناكلو هكا سخون. عندكم تحك خويو عليه اللبن هو سخون، راه تيدير تيكلل، نخلي حتى يبرد وعاد غادي نديرو باش ناكلو جميع ان شاء الله. هنا ها هو من بعد ما برد يا سلام، انا جبتو وغادي ناكل قدامكم، غادي نخلطو تشوفو على عينيكم. فالبينة ها هي، وغادي نخويو، حنا درنا داكشي تقليدي، ما بغيتش نديرو في الزليفات، بغي نديرو هكا في القصريه، كيجي كيشهي كيجي زوين هكا في القصريه صراحه. وهنا الملحه انا ما غنلحقش الملحه حيت انا عزيزه علي الملحه في الصيكوك، ولكن ما غنقيسهاش حيت طالع عليا الضغط، داكشي ما غاديش نقيسها، يعني غناكلو هكا حاطه غير فاطمه الزهراء بنتي هي اللي غادا تناول منها، دير قدامها وتاكل وصافي. ها هو كي تشوفوا تخلطوا هكا غير بشويه بشويه، نتوما تخلطوا داك الصيكو كيجي يا سلام ديال ايام زمان. هذا هو الطريقه ديال الصيكوك، اما تخلطي هكا في زليفه مره مره ماشي مشكل، لكن في القصريه كيجي له معنى اخر وميزه اخرى الصراحه. هنا انا كناكل اللي كيتوحم يسمح لي بزاف، البرا كيتباع راه موجود، انا خديته الصراحه واحد السيده اللي هي كليانه ديالنا في المارشي كتبيع زوين. انا ندير الحق فاطمه الزهراء قدامها شويه قدامها هنايا وصافي، انا لا ما غاديش نوصل الملحه، وبالصحه والراحه، ولا عجبكم كيما تنقول لكم ما تبخلوش عندنا اللايك والاشتراك، وما بقى لي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. واخا تعطل عليكم لكن غير الظروف سمحوا لي بزاف، غير ما تكونش مساليه، وهذا هو السويكيكه بلا سايكو، كل واحد باش كيسميه. المهم حنا المغاربه عارفين واش سميتو السايكوك، اللبن مخلط مع الكسكسو اسمه السايكوك، وهذا هو لا فيديو ديال اليوم، وان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم.